بلدنا الآن تحذيرات عاجلة وهامة لكافة المغاربة. حذر مصدر طبي من استهتار المواطنين في تطبيق إجراءات السلامة الصحية ضد كوفيد تزامنا مع تراجع حالات الإصابة بالفيروس. وقال مصدر سيت أنفو إن استقرار الوضع الصحي في المغرب لا يعني انتهاء الوباء، مبرزا أن مظاهر تحرر فئات من المجتمع من الكمامة تنذر بالخطر. وأوضح المصدر عينه أنه يتوجب على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بحملات تحسيسية مستمرة لتوعية المواطنين بأهمية الإبقاء على ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية وبمجرد مغادرة منازلهم لدورها الهام في الحماية من خطر انتشار الفيروس.